شكرا حسين، واهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي وراء الحدث. وفي هذه الحلقه نناقش: الرئيس التونسي يكلف هشام المشيشي بتشكيل الحكومه الجديده والكتل السياسيه بين ترحيب وتحفظ. حملة جديدة في بريطانيا وأوروبا على حزب الله، أسبابها وأبعادها. وجه الرئيس التونسي قيس سعيد صفعة صريحة للأحزاب برفضه ترشيحاتها لمنصب رئيس الوزراء، واختار شخصية مستقلة لتولي تشكيل الحكومة التونسية الجديدة. فهل ينجح هشام المشيشي في هذه المهمة؟ ولماذا سارعت النهضة وحلفاؤها إلى شن الهجوم عليه وعلى الرئيس؟ وهل ينتهي الأمر إلى انتخابات برلمانية جديدة؟ بتكليفه شخصية من خارج قائمة ترشيحات حركة النهضة لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وضع الرئيس التونسي قيس سعيد حدا لأزمة كانت من الممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. فقد اختار المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية هشام المشيشي، وهو شخصية مستقلة لكي يقود المشاورات خلال 30 يوما لحكومة إصلاح وبناء تضع إطار عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ومن منزلق التجاذبات الحزبية التي أرهقت حكومة إلياس الفخفاخ السابقة كما أرهقت البرلمان. وبحكم أن التحالف الحكومي السابق قد تفكك، فسوف يكون بوسع المشيشي أن يختار وزراء حكومته من طيف برلماني واسع، وقد لا يكون بحاجة إلى دعم نواب النهضة من الأساس. الرئيس سعيد أراد في الوقت نفسه أن تخرج البلاد من هيمنة ما تزعم أنها الكتلة الأكبر في البرلمان، فحركة النهضة التي تملك 54 مقعدا ليست سوى كتلة صغيرة بين 217 مقعدا، ولم يعد من المعقول بحسب التجربة أن تكون الحكومة أسيرة لأي كتلة طالما أن جميع الكتل صغيرة على وجه العموم. ولقد وضع الرئيس سعيد اختياره في إطار دستوري صلب لا يتعلق بصلاحياته القانونية فحسب، بل وبكونه رئيسا منتخبا من جانب ثلاثة أرباع ناخبين. نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية. زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي سارع إلى شن الهجوم على الرئيس قائلا: البلاد بحاجة إلى رجل اقتصاد على رأس الحكومة له خبرة، وليس إلى رجل قانون. حلفاء الغنوشي كانوا أكثر صراحة في التعبير عما يجول بخاطره. سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اتهم الرئيس بإلقاء مشاورات مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة في سلة المهملات. رئيس الجمهورية تحول إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس، وينكر الدستور والنواب والأحزاب. البحث عن حكومة استقرار هو الهدف الذي دفع الرئيس سعيد إلى أن يرمي ترشيحات النهضة في سلة المهملات. دون ذلك فإن انتخابات برلمانية جديدة هي التي ستترك للتونسيين القول الأخير في الذين لا يعيشون إلا على اختلاق الأزمات. أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من تونس، السيد بالحسن اليحياوي المحلل السياسي، ومن لندن السيد سمير الخالدي
المحلل السياسي. أهلا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد اليحياوي. في تونس إذن فعلها الرئيس قيس سعيد مرة ثانية، اختار شخصية من خارج ترشيحات الأحزاب والكتل، أليس هذا الأمر مغامرة جديدة بعد مغامرته الأولى بترشيح الياس الفخفاخ، وهذا الرجل لم يصمد أكثر من 5 أشهر في منصب رئاسة الحكومة؟ نعم، في الحقيقة أن الياس الفخفاخ كان مرشحا من بين أولئك الذين رشحتهم الأحزاب لرئاسة الحكومة، وهذه المرة يقطع السيد رئيس الجمهورية مع اختيارات الأحزاب تماما، باعتبار عدة عوامل، أهمها أن هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان والمتواجدة في البرلمان أساءت إلى العمل البرلماني وأساءت إلى الالتزام الحكومي والالتزام الوطني خلال الفترة السابقة، ودخلت في صراعات ضيقة وثنائية وعملية استقطاب ثنائي بين أطراف بعينها في البرلمان. كل هذا جعل أن هذه الأحزاب تضع أولوياتها ومصالحها الشخصية ومصالحها الحزبية الضيقة مقدمة على مصلحة البلاد، وبالتالي وكما كان منتظر اختار السيد رئيس الجمهورية شخصا يشبهه كثيرا من حيث التكوين الأكاديمي أولا، ومن حيث ابتعاده واستقلاله عن التجاذبات الحزبية والانتماءات الحزبية. اختار رجل قانون ورجل يعني لديه خبرة بالإدارة التونسية ومستقل تماما عن كل التجاذبات الحزبية وكل الانتماءات الحزبية، وهو وزير الداخلية. نعم هي مغامرة، ولكن هذه المغامرة تخص الأحزاب أكثر مما تخص رئيس الجمهورية. الآن سوف يقوم السيد رئيس الحكومة المكلف بتكوين حكومتها وعرضها للأحزاب، والامتحان الأكبر بالنسبة إلى هذه الأحزاب، إما تقبل بتمرير حكومة هشام المشيشي أو تذهب إلى مغامرة. نعم. هذه المغامرة كل نتائجها غير محسومة سلفا وغير مضمونة سلفا، انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد. نعم، سنأتي سيد اليحياوي إلى حظوظ حكومة المشيشي بأن تمر عبر البرلمان، ولكن دعني أتحول الأستاذ سمير الخالدي في لندن. هل يعني أصاب الرئيس قيس سعيد في اختياره؟ يعني هذا الرئيس رئيس حكومة مكلف بلا أي سند برلماني، بلا أي كتلة برلمانية يرشحه ويكلفه، أيضا رئيس لا يملك أي كتلة برلمانية ولا سند برلماني يدعمه. كيف ستمرر هذه الحكومة إذا مرت عبر البرلمان ونالت الثقة؟ كيف ستمرر مشروعاتها، قوانينها، خططها؟ أولا تحية لك ولضيفك وللجمهور المشاهد، حياك الله. ثانيا ردود الفعل في تونس حول تكليف السيد المشيشي لا زالت إلى حد الآن يعني باهتة، ليست واضحة، وليس صحيحا كما الذي ورد في التقرير أن حركة النهضة رفضت هذا، لأنه إلى حد الآن من خلال الرصد على الأقل والمتابعة حركة النهضة نحن ذكرنا بأنها لم تعطي موقفا الآن، وقالت بأنها ستجتمع في أطورها القيادية لتعطي موقف، ولكن ائتلاف الكرامة الذي هو على يمين النهضة وربما يكون لسان حال النهضة يستطيع قول ما تريد النهضة قوله. جيد، على كل الذي ورد في التقرير هو خلاف هذا الذي ذكرته أنت الآن، لكن في كل حالات ما زال هناك وقت على الأقل لمعرفة الاتجاه العام للأحزاب. في تقديري أنه الرئيس قيس سعيد لم يشأ أن يكرر نفس الخطأ، لأنه الياس الفخفاخ لم يكن تكنوقراطا ولم يأتي من الإدارة كما هو السيد المشيشي الآن، كان مرشحا لبعض الأحزاب، ليس لأكبر الأحزاب ولكن لبعض الأحزاب، وبالتالي اختاره الرئيس، غامر به فعلا، ورأينا النتيجة التي آلت إليها حكومة السيد الفخفاخ. الآن سيد المشيشي شخص من الإدارة، صحيح كان عنده انتماء حزبي، بدأ مع حزب نداء تونس في البداية، ثم ذهب إلى حزب البديل متاع مهدي جمعة، ثم بعد ذلك ابتعد، عاد مرة أخرى كمستشار قانوني وهو هذا تخصصه.
الوضع في تونس الآن بعد هذا العراك الذي شهدناه مباشرة بعد الانتهاء من أزمة كورونا، ربما دفع الرئيس إلى تغيير الوجهة واختيار شخصية غير متحزبة، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد، وهذا قاله منذ البداية وفي أكثر من مرة، لا يؤمن بالأحزاب ولا يعتبر أن الزمن زمن الأحزاب، وأنه الأحزاب تجاوزها الزمن، وأن هناك نظما سياسية جديدة قد تدخل، وهذا نوع من أنواع تطبيق هذه النظرية أنه يختار من خارج الأحزاب. لا ندري الآن هل هذا الاختيار سيساهم في تهدئة الأجواء، يعني لن نشهد صراعا بين الأحزاب، لن نشهد محاصصة على الوزارات، لن نشهد خصومة على من يأخذ هذه الحقيبة الوزارية ومن لا يأخذ. السيد هشام حسب المعطيات الموجودة الآن أنه يريد أن يشكل حكومة مصغرة لا تتجاوز ربما 20 عنصرا 20 وزيرا. المتوقف الآن موقف البرلمان والأحزاب والكتل اللي في نهاية الأمر البرلمان هو السيد في نهاية الأمر في المشهد السياسي، هو الذي يقبل أم لا يقبل. إذا كان السيد المشيشي سلك طريقا للمشاورات، يعني تشاور مع الجميع، مع جميع الأحزاب من حيث البرنامج، لأن حكومة السيد المشيشي تمر أو لا تمر ليست متوقفة على من يشارك فيها بقدر ما هي متوقفة على البرنامج الذي ستقدمه لإنقاذ تونس اقتصاديا واجتماعيا في الوضع فعلا المتردي، والذي فشلت الأحزاب إلى حد الآن بصراحة في الاتفاق على برنامج واحد ينقذ البلاد. إذا تمكن السيد المشيشي حقيقة من إدارة حوار في هذا الشهر الذي بين يديه والاتصال بالجميع ومحاولة أخذ مقترحات الأحزاب وترجمتها إلى برنامج لحكومته دون أن يكون لهذه الأحزاب مشاركة قوية أو معتبرة، أنا في تقديري هذا هو المسار السليم للسيد المشيشي، يأخذ برنامج الأحزاب، يحاول أن يؤلف بين هذا وذاك بالنظر للواقع وبالنظر طبعا للمستشارين الآخرين، ثم ينطلق في حكومة قد يكون أغلبها أو كلها من التكنوقراط، تمر بنا هذه السنوات المتبقية 3-4 سنوات إلى غاية المرحلة القادمة. إذا كان هذا المسلك للسيد المشيشي ذهب فيه، فيمكن القول أن هذه الحكومة ستكون حكومة إنجاز حقيقي، وستكون حكومة كذلك تنال ثقة البرلمان. ولكن أنت تعلم أستاذ سمير مدى الإرباك في المشهد السياسي الداخلي في تونس، الخلافات الحزبية العميقة والمشاريع المختلفة، وهنا دعني أتحول إلى الأستاذ بالحسن اليحياوي. رغم أستاذ بالحسن، رغم الترحيب من معظم الكتل والأحزاب النيابية عدا ائتلاف الكرامة، والنهضة لم تحسم موقفها بعد ويبدو أنها مربكة شيئا، ما هي حظوظ نيل الثقة في البرلمان والنجاح في حكومة السيد المشيشي؟ نعم، دعنا نتفق أولا، حركة النهضة الآن لديها أولويات أخرى سابقة لمسألة حكومة هشام المشيشي وتسمية هشام المشيشي، ونتحدث عن جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان يعني يوم ليلة العيد يوم الخميس. لا تتقاطع الأولويتان مع بعضهما البعض أستاذ بالحسن اليحياوي، يعني أن يجري موقف عملية مقايضة لما ما سيجري في البرلمان يوم الخميس المقبل، جلسة سحب الثقة وتشكيل الحكومة. نعم، المقايضة الوحيدة الموجودة هي كرسي رئاسة البرلمان فيما يتعلق براشد الغنوشي وداخل حركة النهضة نفسها، وقد ترتفع الأصوات الرافضة لمواصلة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان ومن ورائها رئاسة الحركة خلال الفترة القادمة وبعد تسمية هشام المشيشي. فيما يتعلق بحكومة الرئيس المكلف، لنكن واضحين، الآن السيد هشام المشيشي هو رئيس حكومة ولكن برتبة وزير أول، ولا أعتقد إطلاقا أنه سيلجأ إلى برامج الأحزاب، هذا إن كانت الأحزاب التي في تونس لديها برامج من الأصل، ولكنه سوف يلجأ إلى إرشاد وإلى توجيهات رئاسة الجمهورية. الآن هو رئيس حكومة ومكلف ولكن برتبة وزير أول، من المؤكد أن هذه الحكومة سوف تكون على الأقل الوزارات السيادية لما كن أغلب الوزارات سوف تكون مستقلة تماما ومن يعني الكفاءات التونسية. نعم، قد يرضي بعض الأحزاب ببعض فتات الوزارات، ولكنه سوف يشكل حكومته في منأى تماما عن كل ضغوطات الأحزاب وفي منأى تماما
لكن أستاذ عن ما كانت تمارسه الحسن، هكذا حكومة ربما تكون في مهب الريح في ظل عدم وجود أي سند أو دعم برلماني؟ لا الرجل يملك سند برلماني ولا رئاسة الجمهورية تملك هذا السند البرلماني، كيف ستمرر مشاريعها؟ الآن البرلمان أمام تحد واضح وصريح. في حالة ما وقع إسقاط حكومة هشام المشيشي قد نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولا أعتقد أن على الأقل جزء كبير من البرلمان التونسي يمكن أن يقامر بكرسيه في البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية قد لا يعلم بماذا تأتي أو بمن تأتي. نعم هناك بعض الأحزاب أو بعض الكتل الحزبية تراهن على انتخابات تشريعية سابقة من لأوانها، ونخص بالذكر الحزب الدستوري الحر لأن أسهمه في ارتفاع، ولكن لا أعتقد أن أي من الكتل الحزبية أو من الأحزاب الممثلة اليوم في البرلمان قد تغامر وتذهب في هذه الوضعية بالذات إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وللعلم أيضا أنه لرئيس الجمهورية أن يعيد تكليف شخصية أخرى، ليس هناك شيء في الدستور يمنعه أبدا، أو على الأقل أن الدستور سكت عن هذه الفرضية وقال لرئيس الجمهورية أي بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان إذا ما عن له ذلك في حالة إسقاط حكومة الشخصية الأقدر. يعني الآن هشام المشيشي يمكنه تشكيل حكومته وبكل أريحية، ويمكن أن يمر في البرلمان بدون أي إشكال، ويمكن أن نرى هذه الحكومة والمصادقة عليها حتى في أقل من شهر. الآن إذا كان هناك نواب في البرلمان يمتلكون الشجاعة الكافية لإسقاط حكومة هشام المشيشي ولا أظنهم يفعلون، فسوف نذهب ربما إلى تكليف شخصية أخرى قبل الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وحل البرلمان. نعم، ما هو رأيك أستاذ سمير الخالدي في لندن؟ هل تتفق مع أستاذ بالحسن اليحياوي بأن حكومة السيد المشيشي ستنجح وستكون حكومة فعالة لأن الأحزاب لا تريد إسقاطها، لأنها لا تريد الذهاب إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، لأنها غير جاهزة لهذا الخيار؟ هو حكومة الفخفاخ كذلك كانت حكومة الضرورة حقيقة، لأن الأحزاب بعدما سقطت حكومة الجملي ولم يبقى أمام الأحزاب إما قبول الياس فخفاخ أو الذهاب إلى انتخابات، كثير من الأحزاب صوتت مضطرة لأنها لا تريد خوض الانتخابات، لا البلاد ولا الأحزاب جاهزة لذلك. نفس الظروف ما زالت متواصلة لحد الآن، وربما نجد أنفسنا أمام حكومة ضرورة مرة أخرى. لكن أعود وأقول أنه ليس صحيحا الأحزاب ليست لديها برامج، يعني هذا الحديث والضرب في الأحزاب ليس في صالح الديمقراطية بصفة عامة بغض النظر عن مواقفنا من الأحزاب. هناك من الأحزاب الجادة التي بنت حملتها على أفكار معينة وعلى برامج معينة، قد لا تكون تفصيلية، قد تكون تحتاج إلى تعديل إلى تطوير، لكن هناك كثير من الأحزاب التي لديها برامج. وفي تقديري مرة أخرى أكرر أن السيد المشيشي، نحن في تونس نحتاج إلى حكومة تشكل بسرعة وتدوم كذلك، لأن هناك كثير من الإشكاليات التي لابد أن تواجهها. إذا ارتأى طريق المشاورات مع الأحزاب والأخذ برأيها والأخذ بتصورها في صناعة برامج، خاصة لما نجمع الأفكار التي نسمعها من الأحزاب المختلفة هنا وهناك، نجدها تتمحور أساسا حول الوضع الاقتصادي وكيفية الخروج من هذا الوضع الاقتصادي، وهناك اقتراحات كثيرة. وبالتالي يمكننا أن يمكن للسيد المشيشي أن يبني على هذه المقترحات، بهذا يضمن على الأقل الحد الأدنى من مرور هذه الحكومة ومن قبول حتى المشاريع التي تعرض فيما بعد على الحكومة. صحيح ما عنده أحزاب وليس له سند، لكنه يستطيع هو بطريقة إدارته لهذه المشاورات أن يكون تلك الكتلة وذلك الحزام السياسي البرلماني الذي يمرر من خلاله المشاريع، إذا كانت كما قلت مشاريع مدروسة بشكل جماعي. ثانيا والمهم في ذلك، صحيح هناك وضع اجتماعي متردي ووضع اقتصادي متردي، لكن لا ننسى كذلك أن هذه التجربة الديمقراطية التي تخوضها تونس الآن هي تجربة لابد من المحافظة عليها. يعني كثرة الفوضى هذه التي ولدتها الأحزاب أو بعض الأحزاب كذلك، هذه خطر على الديمقراطية نفسها وخطر على هذا التمشي. وبالتالي
تحتاج تونس الآن إلى رئيس حكومة غير متحزب، ربما لمشيشي مثالا، تحتاج الآن إلى شكل من الهدوء، تحتاج إلى هني الأحزاب هذه تعود إلى بيتها الداخلي. كثير من بيوت الأحزاب الداخلية ليس مستوي وليس تاما، ترتبه من جديد وتستعد إلى انتخابات أخرى في الغضون وفي الأثناء. السيد لمشيشي يستطيع أن يوفر جوا من الهدوء، يستطيع أن ينتج. حتى حركة النهضة، الحزب الأغلبي والحزب المعطل يمكن أن نقول مع بعض التحالفات الأخرى، ليس من صالحها الذهاب الآن إلى انتخابات مبكرة، وإن كانت بعض قياداتها تقول نحن مستعدون لذلك. ولهذا بعض من أدى بتصريحات لرموز النهضة وأعضاء للنهضة في البرلمان التونسي هذا الصباح لبعض المحطات الإذاعية الخاصة، قال نحن أنا شخصيا يقول ليس لي أي مشكل مع السيد المشيشي ويمكن أن تعاول معه، لكن أنتظر موقف الحركة. وبالتالي ولكن كان هناك انتقاد واضح من السيد راشد الغنوشي لتكليف شخصية أمنية وليس شخصية اقتصادية. قال البلاد هو السيد الغنوشي تحدث أمس، قال أنه في رأيه أنه البلد الآن تحتاج شخصية عندها بعد اقتصادي وليس بعد قانوني، يعني خلفيتها اقتصادية تستطيع أن تواجه الأزمة الاقتصادية وليس قانوني. يا أستاذ سمير، حتى يعني حركة النهضة كانت مشكلتها مع الياس الفخفاخ بوزير الداخلية سيد المشيشي. لم تكن، لا، النهضة لم تعترض على سيد المشيشي، التيار الديمقراطي هو الذي أبدى اعتراضا وهو موجود ومنشور حتى هذه الأيام، أبدى اعتراضا على السيد المشيشي وقال أنه ربما قد يكون له انتماءات حزبية هنا وهناك. لكن حتى التيار نفسه لما تقدمت الحكومة برمتها، حكومة السيد الفخفاخ، نعم، صوت عليها ومررها. النهضة لم تكن لديها أي اعتراض على المشيشي، على الأقل لم تعلن على ذلك رسميا كما فعل التيار في وقتها يعني. نعم أستاذ بالحسن، هل فعلا هذا التكليف كما تأمل حضرتك وفي إجابتك السابقة بأنه هذا التكليف للسيد هشام المشيشي سيحل الأزمة السياسية أو على الأقل يقطع ارتدادات الخلافات والانقسامات على أمن واقتصاد واستقرار تونس؟ لا، هو في الحقيقة أنا يعني لست أرى أن حكومة هشام المشيشي المقبلة سوف تنهي الأزمة السياسية الموجودة في البرلمان. الصراع في البرلمان سوف يبقى متواصلا في حالة سقوط راشد الغنوشي أو في حالة بقاء راشد الغنوشي. الآن يمكن أن نجد حكومة في منأى عما يحدث على البرلمان، بمعنى أن التلازم بين المسار الحكومي والمسار البرلماني قد ينقطع بحكومة هشام المشيشي، وسوف نرى حكومة تشتغل في منأى عما يحدث في البرلمان. هذا هو الفرق الوحيد. هل هذا ممكن من الناحية العملية أستاذ بالحسن؟ هل هذا ممكن؟ نعم، هو قطعا نحن سوف ننتظر التشكيلة التي سوف يقدمها هشام المشيشي، ولكن شخصيا أنا متأكد أنه على الأقل على مستوى الوزارات السيادية أو الوزارات الكبرى لن تكون هناك وزارات حزبية. قد يرضي بعض الأحزاب ببعض الوزارات الفتات فقط لمجرد إرضائهم، ولكن سوف يكون هناك مسار حكومي مستقل تماما عما يحدث في البرلمان، ليفرغ البرلمان إلى صراعاته المتعلقة برئاسة البرلمان وغير ذلك. سوف نقطع مع المسار البرلماني والمسار الحكومي، سوف يكون المسار الحكومي مستقل في ذاته. الآن ننتظر التشكيلة التي يقدمها هشام المشيشي، هل هي فعلا قادرة على إخراج تونس من الأزمة؟ هل أن إخراج تونس من الأزمة يتعلق بالحكومة وبخيارات الحكومة وبصنع القرار السياسي على مستوى الحكومة، أو هو مرتبط بأشياء أخرى؟ هذا هو الأهم. فقط بقيت ملاحظة أنه متعلقة يعني تتعلق ببرامج الأحزاب. أولا، لا خوف على الديمقراطية إلا إذا حصرنا الديمقراطية في صندوق الانتخاب. الديمقراطية ليست انتخابات وليست ورقة توضع في الصندوق. الديمقراطية هي استحقاقات اقتصادية ومجتمعية كما هي حريات، وهي التي نمارسها اليوم يعني فيما يتعلق بالانتخاب. ولكن
الأحزاب التونسية وللأسف أثبتت طيلة 9 سنوات أنها لا تملك برامج وإنما تملك وعود، هذه الوعود سرعان ما تنتهي ويديرون لها ظهرها بمجرد إعلان النتائج ليذهبوا إلى أشياء أخرى. حركة النهضة لديها أولوية تنظيم الإخوان المسلمين، قلب تونس هو حزب يعني كون على عجل لهروبا من قانون انتخابي كان يمكن أن يقصيه، وبالتالي لا برامج ولا أدبيات له إلا بعض الصور يعني الشعبوية. وقس على ذلك، نعم هناك بعض المحاولات المحتشمة ولكن هذه المحاولات لا ترتقي إلى البرامج الحقيقية التي يمكن أن نبني من خلالها مؤسسات ديمقراطية وليست مجرد ورقة توضع في صندوق الانتخابات. نعم أستاذ سمير، إذن وزير داخلية ورجل قانون وليس رجل اقتصاد كما يطالب الكثيرون بأن المرحلة تحتاج لرجل اقتصاد، هل قدم الرئيس قيس سعيد مسألة الأمن على الاقتصاد في هذه الحالة؟ هل هناك من رسالة في تكليف السيد المشيشي؟ والله قد تكون هناك رسالة، لكن السيد المشيشي ليس رجل الأمن وليس ابن وزارة الداخلية، هو شخص قانوني صحيح لكن جاء من خارج، هو كان مستشارا أو مسؤولا في وزارة النقل ثم في وزارة الصحة ثم مستشارا عند رئيس الجمهورية ثم بعد ذلك صار وزير للداخلية، فهو في الأساس من خارج وزارة الداخلية وليس من إطارات وزارة الداخلية. قد يكون وتونس تحتاج طبعا إلى مزيد من التأمين ومزيد من الاستقرار ومزيد من الأمن، وهناك طبعا نجاحات لا يختلف عليها اثنان حققها الأمن وحققتها كذلك القوى العسكرية، والرئيس دائما يشيد بهذا الإنجاز. لكن في كل الحالات تونس صحيح لو كان اقتصاديا بمعنى له خبرة في مجال الاقتصاد وخلفية اقتصادية يستطيع هو كذلك إلى جانب مستشاريه أن يشارك برأيه أن يساهم في وضع رأي ما أو خطة ما، لكن لا قد يعوض نقصه في جوانب معينة بالمستشارين، وهذا هو دور المستشارين. المهم أن هذا السيد هشام المشيشي هو خريج الإدارة التونسية، والإدارة التونسية عادة حتى الزعيم الحبيب بورقيبة في كثير من الأحيان اعتمد على أبناء الإدارة التونسية حتى يدفع يعني بالعمل الحكومي إلى الأمام، كان عنا وزير أول. الآن لا أتصور أنه السيد المشيشي إذا أراد أن ينجز وأن ينال ثقة الأحزاب والكتل البرلمانية لا يجب أن يرضى بأن يكون وزيرا أولا عند قيس سعيد رئيس الجمهورية، لابد أن يمارس اختصاصاته ودوره كاملا كرئيس حكومة، ونحن نعرف أن النظام السياسي في تونس يعطي لرئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية سلطات واسعة تفوق حتى كذلك سلطات رئيس الجمهورية. صحيح. إذا قبل السيد المشيشي أن يكون وزيرا أولا فلا أتصور أنه سيقبل أو سينال رضا الكتل السياسية والكتل الحزبية، سيرون في ذلك خروجا عن نتائج الصندوق الذي جاء بهؤلاء الموجودون، رضينا عنهم أم لم نرضى لكن هم ممثلون للشعب التونسي الذي صوت وجاء بهم، سيرون ذلك خروجا على إرادة الشعب التونسي والتزاما بالرئيس قيس سعيد وحده، هو إن كان هو كذلك جاء بأصوات ملايين من التونسيين، لكن نعم. نظامنا السياسي يستوجب أن يكون البرلمان هو الذي يقبل الحكومة وهو الذي يصوت وهو الذي يمرر، ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه البرامج وليس رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، لأن تجربة الفخفاخ لابد أن يتعظ منها السيد هشام المشيشي في قادم الأيام. نعم سيد سمير الخالدي المحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للسيد بالحسن اليحياوي المحلل السياسي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. وراء الحدث متواصل معكم مشاهدينا من استديوهات الغد في لندن، وبعد الفاصل نناقش. حملة جديدة في بريطانيا وأوروبا على حزب الله اللبناني. أهلا بكم من جديد. سبقت بريطانيا كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتبار حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا، ولكنها لم تلق القبض ولا حكمت أي أحد بجريمة الانتماء إلى الحزب أو دعم أنشطته. ما هو السبب وراء ذلك؟ وما هي حقيقة الخطر الذي يمثله الحزب في بريطانيا وأوروبا؟
أعضاء البرلمان البريطانيون بمجلسيه العموم واللوردات يقدمون للحكومة أسئلة دورية متكررة عن أنشطة حزب الله اللبناني، إلا أنها لم تسأل السؤال الوحيد والمفيد: كيف جاز لأجهزة الاستخبارات البريطانية أن تتابع نشاطات حزب الله في فنزويلا ولكنها وفي نفس الوقت لم تستطع أن تكتشف نشاطا واحدا في بريطانيا؟ والواقع يقول هو أن بريطانيا لم تعتقل ولم تحاكم ولم تحاسب أحدا على تورطه بنشاطات تابعة لحزب الله اللبناني في بريطانيا، وذلك على الرغم من أنها سبقت الجميع باعتبار الحزب اللبناني تنظيما إرهابيا. وزارة الداخلية البريطانية وضعت جناح الأمن الخارجي لحزب الله على قائمة الإرهاب منذ العام 2001، ثم وسعت التصنيف في العام 2008 ليشمل الذراع العسكرية للحزب وكل الوحدات التابعة له. ومنذ 17 من يناير الماضي قالت وزارة الخزانة إنها صنفت منظمة حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها. ولكن حتى الآن لم يثبت ضلوع أحد في بريطانيا في جريمة دعم الحزب، ولم تجري محاكمة أي أحد. وزير الدولة للشؤون الأمنية في وزارة الداخلية قال ردا على استجواب في 20 حزيران الماضي، قال إن الوزارة لا تجمع إحصائيات محددة عن عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين تم التحقيق معهم. ويقول تقرير للبي بي سي إن أعضاء البرلمان يشنون حملة جمعت منذ مارس الماضي 12 استجوابا عن أنشطة هذا الحزب، وكان 11 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين وجهوا خطابا إلى وزيرة الداخلية يطالب بريطانيا بأن تؤدي دورا حيويا في إقناع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوضع حزب الله كله على قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية. وقالت الرسالة إنه في أوروبا يشارك حزب الله في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال وتجارة المخدرات وجمع التبرعات والتجنيد لما يسمى ببرامجه الخيرية. وسأل أكثر من نائب بمجلس العموم عن مدى التنسيق بين الحكومة البريطانية ونظيراتها الأوروبية بشأن جمع التبرعات لحزب الله في أوروبا، وأكد رد وزارة الداخلية على وجود تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن كل عمليات تمويل الإرهاب، لكن النتيجة ظلت هي نفسها، فالعيون التي ترى ما يجري في فنزويلا لم تجد سبيلا لترى شيئا في بريطانيا. أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من برلين عبر سكايب سيد ناصر جبارة الكاتب الصحفي، ومن بيروت الأستاذ أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ أمين في بيروت. ما هي أبعاد وأسباب هذه الحملة الأوروبية على حزب الله؟ هل يمكن القول بأنها حملة منظمة وجدية يعني من ألمانيا، من بريطانيا، من هولندا، وربما دول أخرى ستنحو نحو هذه البلدان؟ طبعا يعني أوروبيا لا يمكن الحديث عن كل أوروبا على موقف واحد، يعني من الواضح حتى هذه اللحظة أن الدول الأساسية التي تتخذ مواقف من حزب الله كانت بريطانيا وهولندا، ودخل على الخط ألمانيا وهي كانت مفاجأة، لكن حتى الآن الدول الأخرى لم تحذو حذوها، علما أن هناك مساعي جدا لدفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ مثل هذا الموقف. اللافت اليوم في بريطانيا هو هذا الإصرار الكبير، يعني رغم أزمة كورونا، رغم كل ما يجري في بريطانيا، الإصرار على موضوع حزب الله، وفي وقت نفسه ليس هناك من اتهام مباشر لأي عنصر من عناصر حزب الله. باعتقادي أن هناك فرق كبير بين المسألة الأمنية ومسألة ما يراد من وراء هذا الاتهام على صعيد أوسع بكثير مما يمثله الوجود المباشر لحزب الله في بريطانيا. أولا، حزب الله في بريطانيا باعتقادي أذكى بكثير من أن يمارس نشاط علني من شأنه أن يؤدي إلى توقيف ناشطيه، أو أن يمارس مهام أمنية من شأنها أن تؤثر أو أن تكون علة أو سببا
توتير مع بريطانيا مباشرة. لكن أعتقد أن اليوم إذا نظرنا إلى هذا الموضوع هناك فرق كبير بين العمل البريطاني المباشر في اتجاه حزب الله والوجود لحزب الله في بريطانيا. باعتقادي هذه رمزية جدا لن تغير شيء. لكن إذا نظرنا إلى حزب الله بطريقة أخرى وما يجري مع حزب الله في لبنان وغيره من المناطق. يعني اليوم هناك حملة كبيرة. طبعا هناك الأوروبيين، هناك الأمريكيين، هناك الكنديين، هناك دول الخليج الذين يتخذون موقف حزب الله. هناك حملة منظمة باتجاه الحزب فيما يتعلق بدوره في الحكومة. يعني هناك إصرار على خروج حزب الله واتهام هذه الحكومة بأنها حكومة حزب الله. أضف إلى ذلك هناك بعد أيام قليلة موقف المحكمة الدولية من اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يعني هناك أيضا الموقف مع الحدود الدولية وهو إشكالية كبيرة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ومعها بعض الدول الأخرى. إذن هناك حملة كبيرة تمارس ضد حزب الله في وقت يعيش لبنان واحدة من أظرف من أصعب ظروفه الاقتصادية والمالية، ويشكل حزب الله في هذه العملية الهدف الرئيسي. هذا نعم. من جهة. من جهة أخرى أيضا لا يمكن فصل حزب الله عن حليفه الأساسي إيران. كذلك الأمر هناك حملة دولية أوروبية منظمة باتجاه إيران. فبالتالي هذه الحملة وبالطبيعي أن تستهدف أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة ورأس حربته في المنطقة الذي هو حزب الله. نعم. ومن هنا دعني أتحول بهذه النقطة تحديدا أستاذ أمين. نعم دعني أتحول بهذه النقطة للأستاذ ناصر جبارة في برلين. فعلا أسباب وأهداف هذا القرار الألماني بحظر الحزب حزب الله واعتباره جماعة إرهابية، هل الأمر كما يقول الأستاذ أمين ويقول كثيرون يتعلق بضغوط أمريكية إسرائيلية، أم الأمر يتعلق بهيمنة الأحزاب اليمينية على البرلمان وعلى المشهد السياسي الألماني، أم هي فعلا جزء من قرارات أوروبية مماثلة في الطريق إلى اتخاذها في معظم البلدان الأوروبية؟ يعني أنا أعتقد أن الأوروبيين يريدون توجيه أكثر من رسالة. الرسالة الأولى في رأيي هي موجهة للإيرانيين. يعني قرار حظر الحزب هنا في ألمانيا في نهاية أبريل الماضي، يعني عندما استفسرنا عند المسؤولين الألمان ما هو السبب، يعني هل تغير شيء، هل ألقيتم القبض على أحد، هل لديكم أدلة دامغة على تورط المنظمات التي منضوية تحت مظلة هذا الحزب هنا بارتكاب أعمال إرهابية؟ قالوا لا، لم يتغير شيء. ومن هنا بدأ التساؤل، لماذا يحدث؟ لماذا تم حظر الجناح السياسي أيضا للحزب؟ ألمانيا شأنها شأن جميع الدول الأوروبية تعتبر الجناح العسكري منذ عام 2013 منظمة إرهابية، ولكنها أبقت على الجناح السياسي كمنظمة. نعم. هذا موقف الاتحاد الأوروبي ككل ما عدا بريطانيا والآن ألمانيا وهولندا أيضا. هذا صحيح باستثناء الدول الثلاثة، يعني انضمت إليهم ألمانيا الآن في نهاية مارس نهاية أبريل الماضي. فقالوا لا، لم يتغير شيء. وهنا لا يمكن فهم ما حدث إلا هو أكثر صحيح أن الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على ألمانيا كانت كبيرة، تحديدا من خلال السفير الأمريكي من أكبر المتحمسين للإدارة الأمريكية ولرئيس الإدارة الأمريكية. ولكن أنا أعتقد أن الرسالة الأولى يريد الألمان توجيهها إلى الإيرانيين. دائما السكوت على حزب الله أو العدم حضره كان دائما يأتي في إطار السياسة الإيجابية الأوروبية الألمانية، نتحدث من ألمانيا تجاه إيران. نعتقد أن الأوروبيين الآن يريدون ممارسة مزيد من الضغوطات على إيران، ولهذا هم ذهبوا في هذا الاتجاه حظر الحزب. ولكن أيضا هذا لا يعفي الحزب من هناك اتهامات موجهة لهذا الحزب منذ سنوات، سواء تعلق الموضوع بغسيل الأموال. الألمان يعرفون أن ألمانيا جنة، أن بلادهم جنة لغسيل الأموال، سواء تعلق الأمر بجمع التبرعات أو بتجارة، يتهم أيضا بتجارة المخدرات ولكن أستاذ ناصر، يعني ما الذي تريد أن تصل إليه هذه الحملة بالتحديد؟ يعني هل الأمر يتعلق بما ذكرته بمخالفات مالية، تهرب ضريبي، غسيل أموال، تجارة غير مشروعة، أم البعد السياسي هو الأساس في هذه الحملة؟
الأساس هو تجديد القبضة على إيران، ممارسة مزيد من الضغوطات على إيران، ولكن أيضا إرضاء الأمريكيين الألمان، يعني الدول الثلاثة على فكرة، بريطانيا هولندا وألمانيا، هي يعني تحدثت عن الحكومة الألمانية من أكبر الدول المؤيدة لعلاقات جيدة مع ضفتي الأطلسي، وبغض النظر عن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، ألمانيا لم تخاطر بعلاقات سيئة مع الأمريكيين، ولهذا هم يريدون الاستجابة لهذه المطالب الأمريكية التي هي بالأصل مطالب إسرائيلية، ولكن أيضا تضييق على الحزب هنا، يعني هنا 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 نشاط يؤذي اللوبي الإسرائيلي هنا في برلين، واحد في السنة هو يوم القدس، وهذا الحظر سيشمل أيضا حظر هذا النشاط، حظر هذه المظاهرة، حظر رفع أعلام حزب الله، ولكن يعني السبب الأساسي هو كما قلنا الرسائل السياسية، ولكن أيضا تجفيف المنابع المالية للحزب في ألمانيا، علما أنه يعني أنا منذ فترة سألت أحد الزملاء الذين يعملون في فريق ثلاثي استقصائي هنا ألمانيا، يعني من أهم الفرق الاستقصائية الصحفية هنا في ألمانيا، قلت له ما هو أخبار تقرير، كانوا يعملون على تقرير لتقصي منابع أو محطات جمع الأموال لحزب الله، المسألة لا تتعلق فقط بألمانيا، ألمانيا هي مركز الأموال تتدفق إلى ألمانيا من بلدان أوروبية أخرى، من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية، ولهذا ألمانيا تعتبر مركزا مهما لجمع الأموال في الحزب. قلت له ما هو أخبار التقرير، فقال لي وقفنا التقرير الصراحة لأن لم نصل إلى نتيجة، لأن المسألة فعلا معقدة جدا، وحركة الأموال كما قلنا من جميع أنحاء العالم إلى هنا من وإلى ألمانيا معقدة جدا، ولهذا نعتقد أن يعني موضوع الحظر لن يساهم كثيرا في محاصرة كما قلنا المصادر المالية لحزب الله. نعم، إذا أستاذ أمين، هذه الضغوطات وهذه الملاحقة باتجاه حزب الله ربما هي في إطار خطة لزيادة الضغوط على إيران، وفي إطار الصراع بين إيران والولايات المتحدة من جانب والغرب بشكل عام، وحزب الله هو أحد أوراق إيران وأحد أذرعها في المنطقة. لكن صحيح هناك جانب له علاقة مباشرة بإيران، لكن هناك أيضا جانب له علاقة بلبنان، وهذا التركيز على حزب الله وخصوصا بهذه الفترة بالذات الذي يجري فيها مفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وكلنا نعرف أن مثل هذه المفاوضات جانب منها له شق سياسي، يعني فهناك شروط مطلوبة من لبنان وشروط أساسية يعني تطلبها الولايات المتحدة، وهي بالأساس مطالب إسرائيلية، منها ما يتعلق بترسيم الحدود، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيما يتعلق يعني لها تماس مباشر بقضية البحث عن الغاز وما إلى ذلك، هناك قضية اليونيفيل، هناك قضايا أخرى، لكن المسألة الأساسية بالتحديد باعتقادي أن التركيز اليوم على القول أن هذه الحكومة في لبنان يجب أن تتغير، هذه حكومة حزب الله، وبالتالي أي مفاوضات يجب أن تسير مع صندوق النقد يجب أن يكون حزب الله خارجها. واليوم أهمية بريطانيا، أهمية ألمانيا في هذا الموضوع، كما نعلم كلنا أن مجلس محافظي صندوق النقد هي الدول الكبرى السبعة أو الثمانية الكبرى، وبالتالي للولايات المتحدة الأمريكية صوتين لأنها الدولة الممول الأكبر، لكن كحليفين لها اليابان أولا، بريطانيا ثانيا، وربما ألمانيا من شأنها أن تجعل أي عملية مساعدات للبنان مرتبطة بالقبول بمثل هذه الشروط السياسية، وهذا أمر يجري الحديث عنه بالكامل. اليوم يقال أن لا مساعدات أبدا للبنان إذا لم يخرج حزب الله من هذه الحكومة. طبعا مسألة خروج حزب الله أو عدم وجوده أو عدم خروجه مسألة أخرى لها ارتباطات بحسابات ثانية، لكن هذا الضغط مستمر. اليوم الموقف البريطاني، الموقف الألماني، وإذا ما امتد إلى دول أوروبية أخرى، كيف سيؤثر أستاذ أمين على لبنان؟ كيف سيؤثر هذا الأمر على حزب الله بداية، وعلى تطورات الأحداث والحكومة وعلاقتها مع بنك الدولي وعلاقتها مع مجموعة الدعم السدر؟
الوضع في لبنان خطير جدا جدا جدا، يعني الأزمة لم تعد فقط أزمة مالية اقتصادية اجتماعية، صارت أزمة متعددة الوجوه، يعني أزمة شاملة، وبالتالي الكل يبحث عن خلاص. إذا استمر الأمر على هذا المنوال الانهيار سيكون كبير بما فيهم على حزب الله وغير حزب الله. فبالتالي الشرط الرئيسي اليوم لأي مساعدة دولية، وهي مرتبطة بدأت يعني واضح، كان الجواب من دول الخليج لا مساعدات للبنان، الجواب من دول عربية لا مساعدات للبنان، إذا هناك قرار بمنع المساعدات عن لبنان، وبالتالي إذا كان من مخرج للبنان لابد من أن نذهب إلى مفاوضات مع صندوق النقد. طبعا المسألة المالية المسألة السياسية بهذا الموضوع مسألة مهمة جدا، وبالتالي على حزب الله أن يقبل بالشروط المفروضة منه من الخارج. السؤال اليوم الكبير، هل هذا كافي لإجبار حزب الله على الخروج أم لا؟ ربما حزب الله يبحث في داخله ما معنى وجوده في الحكومة، لكن هذا شيء، وأن يكون هناك ضغط من الخارج لإخراجه من الحكومة شيء آخر، وهذا أيضا مرتبط بالسياسات الإيرانية. أيضا هل إيران رغم كل الضغوط التي تمارس عليها هل ستقبل بالتنازل الكبير؟ حتى هذه الساعة رغم كل الضغوط لا تزال تفضل ربما الانتظار أو شراء الوقت. يعني تريد أن تقول أستاذ أمين أن الحل سيكون مع إيران وليس مع حزب الله؟ جزء أساسي منه له علاقة بإيران حتما، وجزء أساسي أيضا له علاقة بلبنان، يعني بالتالي موضوع الداخل اللبناني ليس موضوعا بسيطا، لكن كلنا نعرف أن لبنان ليس جزيرة معزولة، يعني لا يمكن إلا بربطه بكل الأحداث الكبيرة الحاصلة في المنطقة، ومنها بالأساس الصراع الأمريكي الإيراني. نعم أستاذ ناصر، يعني علاقة ما يجري وهذه الحملة فعلا بالواقع الداخلي في لبنان، حكومة الرئيس حسان الدياب التي توصف بأنها حكومة حزب الله، ومجموعة الدعم الدولية والشروط التي وضعتها على لبنان، إصلاح اقتصادي وإصلاح سياسي، وإضافة لما ذكره الأستاذ أمين قموري شروط البنك الدولي. كيف ستؤثر هذه الحملة على حزب الله إيجابا على الوضع في لبنان؟ هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على علاقة الدول الأوروبية، تحدثنا هنا عن ألمانيا على علاقة مع الدولة اللبنانية، ونحن نعرف أن حزب الله له يعني وزن كبير في الحكومة اللبنانية. بلا أدنى شك يعني هذا لن يساعد على، يعني هذا كله يأتي في إطار في رأيي، إذا يعني إذا تحدثنا عن التبعات، عن تبعات هذه الخطوة، هي صح علاقات سيئة مع الدولة اللبنانية، ولكن أيضا ألمانيا كان لها دور وساطة قوي بين حزب الله وإسرائيل، لا أعرف كيف سيتعامل الحزب الآن مع هذا الحظر، ولكن وبالتأكيد أعتقد سيكون لألمانيا دور في الوساطة الداخلية الآن. الألمان، لبنان ليست على رادار المصالح والسياسة الخارجية الألمانية، أنا أعتقد أن الفرنسيين أقرب إلى هذا الملف. الفرنسيون قالوا ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم، كل شيء يعتمد على المحادثات الآن مع صندوق النقد الدولي، ولكن أنا أعتقد أن المسألة هذه الضغوطات ذاهبة أيضا في هذا الاتجاه، أي أنه لأن المسألة تتعلق أيضا لها شق سياسي، دائما يعني عندما تريد أي دولة الحصول على مساعدات فنعتقد أن الاتحاد الأوروبي ذاهب في هذا الاتجاه، سياسة الضغوطات القصوى على إيران وعلى كل من يعمل أو حلفاء إيران في المنطقة، من أجل أيضا ربما أن يقدم حزب الله تنازلات معينة في لبنان من أجل أن يتم تغيير شكل هذا الحكومة. في رأيي كما قلت أن هذا الضغط بشكل أساسي، لا يعني حزب الله لا يشكل مشكلة أمنية بحسب المسؤولين هنا في ألمانيا للحكومة الألمانية، لأنه هو يعمل تحت مظلة جمعيات ومساجد ومرافق ليس لها، لا يوجد عليها اي لها اي
موجهة ضدها أي اتهامات أمنية. ولهذا أنا أعتقد كما قلت أن هذه الرسالة هي موجهة لإيران بشكل أساسي، للضغط أول شيء، للضغط على الحكومة الإيرانية من أجل تقديم تنازلات في الملف النووي الإيراني، ولكن أيضا ضغط على الحكومة الألمانية من أجل أن تحجم أو تقلم أظافر حزب الله في لبنان. نعم، عبر سكايب من برلين السيد ناصر إجبار الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للسيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وكل شكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألقاكم بخير.